تعالوا نشوف بقى موضوع الزلازل ده، ايه حكايه الزلازل دي؟ موضوع بقى كتر قوي الفتره اللي فاتت، وطبعا بعد زلزال اللي حصل في تركيا واثر بشكل كبير جدا على تركيا وسوريا، بقينا احنا كمان خايفين ومتاهبين. الراجل بتاع هولندا ده كل دماغنا الصراحه لما قال لك ان مصر والاردن ومش عارف ايه معرضين في فتره قريبه ان هم يتعرضوا لزلازل. امبارح الناس برضو صحيت الصبح او كان الفجر وقال لك الحق في زلزال. ايه اللي حاصل وايه اللي جرى في القصه دي؟ البحوث الفلكيه بتقول لنا محطات الشبكات القوميه لرصد الزلازل لم تسجل اي هزات حاليا. هم للناس اللي حست بهزه ارضيه فجر الامس، ايه اللي حصل؟ معانا عبر الهاتف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. اهلا بيك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، مع حضرتك. اهلا بيك وكل جديد. الله يخليك دكتور. هي ايه موضوع الهزات الارضيه في الفتره الاخيره؟ هل ده متاثر بشكل او باخر بما يحدث في تركيا من توابع للزلزال، ولا احنا ما عندناش حاجه والدنيا زي الفل؟ طيب انا بس يعني بسال حضراتكم وكل المعنيين بكل اخبار الزلازل في مصر، لما المعهد بيطلع بيان في وقت من الاوقات ان ما فيش هزات حصلت، ده خاص باليوم اللي كان فيه. تمام ما خدش بيان حصل مثلا من شهر واجي اقول ده النهارده ما فيش زلازل حصل والمعهد مطلع بيان. أيوة. كل يوم ليه وقته وليه ظروفه. تمام. يعني بيجي لنا اتصالات من جهات كثيره مسؤوله ومن مواطنين وفي كل مساحين وبيطلع البيان المناسب. ايوه. يعني البيان اللي كنا يا سيادتك قريته حالا. أيوة. ده كان من خلال 3 ايام كان في عدد من المواطنين في القاهره وحصل تواصل مع المحافظ واصدرنا بيان ان ما كانش فيه زلازل. ده يختلف تماما عما حدث قبل فجر امس. لما حدثت هزة أرضية بقوة 4.1 شمال مدينة السويس وتم إصدار بيان إعلامي بيها وتم توضيح كل التفاصيل. لأن أصلا يعني زاد الرعب لدى المواطنين. أمس شعر بعض المواطنين بهزة أو اهتزازات داخل بعض الأحياء في القاهرة ولقينا على مواقع التواصل وبعض الجهات الإعلامية زلزال هاشتاج بزلزال من 11 يناير 2022 حاجة قديمة. في سكان دمياط بقوة 4.6 أو حاجة من هذا القبيل. تمام. فأنا بس يعني بهيب بكل الزملاء الإعلاميين والموجودين على مواقع التواصل تحري الدقة فيما يصدر من بيانات إعلامية. لا، وأنا يعني من خلال وجود حضرتك معانا المعلومة الصحيحة والمعلومة الدقيقة لازم تكون من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لأن هو المعني بده وما فيش معلومات تتاخد من أي جهة أخرى ولا من أي صفحات مضروبة. تمام. انا بخصوص الزلزال والنشاط الحالي. طبعا الزلزال اللي ضرب تركيا يوم 6 فبراير وكلنا يعني تابعنا الحدث والتوابع بتاعته والوضع الحالي، يعني يمكن وسائل اعلاميه بتوضح كم الدمار والخسائر اللي هناك. لكن زلزاليا منطقه زي اللي حدث عليها الزلزال على فالق شرق الاناضول او طابع الاناضول، منطقه فيها نشاط جيولوجي وتكتوني وبيحدث نشاط زلزالي متكرر عليها لفترات بينيه من 25 الى 30 سنه. القوه دي في المتوسط السنوات دي جيولوجيا مقبول، بعيدا بقى عن توقعات المنجم الهولندي اللي هو يعني كل يوم بيطلق تصريحات في اماكن كثيره بيحدث فيها زلازل، لان على بشكل يومي على سطح الارض في زلازل تحدث بشكل يومي، بعضها غير محسوس وبعض منها بيكون كبير واحيانا بعضها بيكون مدمر ملوش اي علاقه تماما بموضوع اصطفاف ابراج سماويه او كواكب مع الارض او اخره، لان عمليه الاصطفاف والاقتران بتحدث ايضا في اشكال متكرره، لا احيانا تحدث فيها زلازل واحيانا لا. عملية ربطها ببعضها هذا علميا غير صحيح. لكن ما فيش ما يدعو للخوف يا فندم، يعني ده اللي احنا بس عايزين نقوله. لو هنتكلم على مصر تحديدا، بناكد برضو مع حضراتكم ان مصر ما دخلتش حزام الزلازل ومش متوقع تدخل حزام الزلازل في الحقبه الجيولوجيه التي نحياها، ودي الاف قد تصل الى ملايين السنين. بالرغم من ذلك عندنا اماكن فيها نشاط زلزالي. زي ما قلت سيادتك معظم الوقت غير محسوس والاماكن معروفه وليها بصماتها الزلزالية، ووضحنا شمال منطقة البحر الأحمر خليجية السويس والعقبة. تمام. ويمكن ده امتداد المنطقة اللي حدث عليها زلزال الأمس شمال السويس. تمام. بعض المناطق داخل الجمهورية واللي حدث عليها زلزال 92
جنوب غرب القاهرة. ما دون ذلك زلازل أو عدد من الزلازل بشر ظلمة أحيانا لزلازل خارج مصر زي منطقة شرق المتوسط القوس الهيليني، لكن دي ملهاش أي تأثير. حضرتك كنت قلت لنا قبل كده لما بتبقى جاية من البحر بيبقى شدتها يعني غير، بيبقى صعب إن الناس تشعر بيها أو بيبقى شعور فيها خفيف جدا. أبشكر حضرتك جدا دكتور جاد، وبشكر حضرتك بشكل شخصي على متابعتك المستمرة، على إجابات حضرتك المستمرة على أسئلتنا وأسئلة كل الإعلام الحية في كل مكان. بشكر حضرتك جدا دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بشكر حضرتك جدا. عشان الفتي بس يعني احنا برضو يعني بنشكر دكتور جاد عشان الاخبار القديمه اللي الناس بتنشرها على ان هو ده اللي حصل دلوقتي، وما تقعدوش تسمعوا للمنجم والعالم واللي مش عارف ايه اللي قال لك القيامه هتبقى بكره ونهايه العالم، ويعني مفيش بقى مفيش الكلام ده، ما حدش عارف الحقيقه فين غير لما بنرجع للمتخصصين وبنرجع للمركز القومي للبحوث الفلكيه ويقول لنا حزام الزلازل هنا ده حصل ده ما حصلش، مش اي حاجه تسمعوها تخوفكم يعني.